الحمد لله، نشكر ربنا والله، ونشكر السيد الرئيس. نشكر السيد الرئيس. يعني انتوا شفتوا احزان ووجيعه انتقلت الى افراح؟ طبعا طبعا، ده اتقلبت الموازين كلها بالكامل، اتقلبت 90 درجه، والحمد لله والبركه في السيد الرئيس والله، لان هو بذل مجهود معانا برضه. يعني سياده الرئيس بذل مجهود. الاعلام المصريه سلطت الضوء على طبعا طبعا، وكان طبعا كله له دور، كل جهاز له دور، والحمد لله نشكر الناس كلها والله، وخاصه جهاز الامن. الحمد لله الحمد لله. لو في رسالة حريصة ان انت تقولها وتقولها للطفل زياد وولي تقول لهم؟ لا خلاص، زياد خلاص مش هينزل يفتح المحل لوحده، ادبا لنا احنا يعني، ما عادش هينزل ينزل يفتح المحل تاني لوحده، لازم ابوه هو اللي ينزل معاه. تمام. رسالة من يعني اعز ولد طبعا طبعا طبعا. ايه الرسالة اللي انت تقولها للظلمة اللي ارتكبوا هذا الحكم؟ ربنا ينتقم الظالم، بس اكتر ما حسبي الله ونعم الوكيل في الظالم، حسبي الله ونعم الوكيل في الظالم، حسبي الله ونعم الوكيل في الظالم. حضرتك عايشت ظروف تحقيقات النيابه العامه؟ طبعا طبعا. تحقيقات في طنطا؟ كنا في تحقيقات في كل حته. يعني سياق التحقيقات اولد قد ايه مدى الاهتمام طبعا. هم قعدوا يطمنونا برضه، بيطمنونا على ابننا، بيطمنونا على ابننا، والحمد لله. واحنا قاعدين في المكتب قالوا تعالى ابنكم جه، واحنا قاعدين في المكتب في الشعبه، تعالى ابنكم يلا جه. بقت فرحة رهيبة، حتى لما الجماعة هنا سمعوا، الناس هنا اتلمت ازاي ما تعرفش، زي ما انتوا شفتوا في الصورة امبارح، شفتوا الصورة عاملة ازاي. ده فضل حب من ربنا والله لنا، واحنا وحب الناس لنا، واحنا بنحب الناس كلها.